فيديو جديد واخبار الذكاء الاصطناعي، والنهارده جاي اتكلم معاكم والقي الضوء على نموذجين ظهروا الى النور مؤخرا في الاونه الاخيره. النموذج الاول اسمه ريفليكشن 7 تي بي، وهنعرف ايه اهميته وليه بتكلم عنه في هذا الفيديو تحديدا وما يميزه عن غيره من المودلز الاخرى. اما النقطه الثانيه فهنتكلم مع بعض فيها عن notdiamond.ai. اذا نموذجين جداد ظهروا إلى النور مؤخرا، تعالوا نتكلم عنهم في هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ أول حاجة هتلاقوا هنا في صفحتنا صفحة أدوات الذكاء الاصطناعي محمدانصاري.com/tools، هتلاقوني هنا بقى، هي دي البداية خالص، هي مش كده أهو نوت دايموند وريفليكشن 7 تي بي. والنموذج ده هتلاقوه هنا في منصة مشهورة اسمها اوبن راوتر، لو ضغطت هنا هروح عليها مباشرة. هي دي فيها عدد من المودلز زي كلود 3.5 سونت، زي كوين، واهو ريفليكشن 7 تي بي. لكن لو دي مش موجودة قدامي اجي هنا اضغط هنا هلاقيها مباشرة ريفليكشن 7 تي بي. وهناك طبعا نماذج اخرى زي ما شايفين هنا زي كوهير اللي اتكلمنا عنه في الماضي، اللي هو كوماند ار اللي ظهر برضو من فترة. بيكون فيه هنا زي ما شايفين الشو كيس بتاعهم النهاردة والاسبوع والشهر بالترتيب. اذا دي خدمة رائعة بنلاقيها على هذه المنصة اللي من خلالها بنقدر بقى نروح الى ريفليكشن 7 تي بي. طيب هنا بضغط على تشات وهذه هي المنصة. طيب دي النقطة الاولى هسيبها دلوقتي اروح بقى للنموذج الاخر برضو واستعرضه معاكم. النموذج التاني اللي هو مين؟ اللي هو نوت دايموند. هو ده بروح له على طول من خلال ايه بقى؟ chat.notdiamond.ai. اذا ما ننساش الاتنين موجودين هنا اهو. طبعا قبل ما ابدا، النموذجين مجانا ببلاش، مش هتدفع حاجه ابدا. احنا دايما بنتكلم عن هذه النماذج اللي تقريبا كلها مجانيه، وحتى لو رحت مثلا لتشات جي بي تي عنده النسخه المدفوعه اللي ب$20. ما هو جيميناي نفس الشيء، كوبايلت نفس الشيء، كلود وبو كلهم ليهم اشتراكات شهريه، لكن احنا ولله الحمد بنكتفي بالنسخه المجانيه. اذا دي نقطه خلاص مفروغ منها. هبدا معاكم دلوقتي بريفليكشن 7 تي بي لصاحبه مات شومر، وهو ده مات شومر صاحب هذه الاداه، وهو ايضا صاحب هايبر رايت اي اي، طبعا الموقع المشهور اللي اتكلمنا عنه زمان. وهنا اهو يوم 8 النهارده 10 اول امبارح بيقول ان احنا نقدر نستخدم ريفليكشن على اوبن راوتر ببلاش، وخلاص اهو احنا هنا موجودين ولله الحمد. ونعرف بقى من خلال السطرين دول اهمية ريفليكشن. طبعا هو ريفليكشن مجاني، بيستخدمه المصدر المفتوح لاما 3.1 بتاع شركة ميتا 7 تي بي. يبقى ده اسمها كده اهو ريفليكشن 7 تي بي، او يقولوا ريفليكشن لاما 3.1 7 تي بي، على اساس ان هم بيستخدموا يعني المصدر المفتوح لاما 3.1. والمقصود بريفليكشن هنا اللي هو التفكير. اضغط على الكلمة دبل كليك تلاقي المعاني اهو، تفكير وتأمل وتفكر. ازاي هو ممكن الذكاء الاصطناعي يتأمل ويفكر وهناك انعكاسات على نقاط معينة لدرجة ان هو كان ديتكت المستيكس، يطلع لك الاخطاء يفكر فيها ريزنينج بقى ويستنتج ويعلل ويصحح نفسه بنفسه. هي دي فكرة ريفليكشن. وبعدين احنا هنروح بعيد ليه؟ تقدروا تيجوا هنا على ريفليكشن وتجربوا بنفسكم. انا هنا سالته سؤال فوق اهو، قلت له can you give me an example to show me the power of your model reflection، ينفع تديني مثال تبين لي فيه مدى قدراتك وقوتك كنموذج عنده بقى حاجه اسمها ريفليكشن. فبيقول لي انا ببدا بالثينكينج، بفكر الاول في المساله وكاتب لي نقاط، وبعد كده بعمل اناليسز، وبعد كده بوصل للكونكلوجنز النتائج، وبعد كده الريفليكشن بتاعي. طبعا الموضوع لو هيمشي بالمنظر ده حاجة تخض بصراحة، كده بقى هيبقى ذكاء اصطناعي اقرب للذكاء البشري. اذا هذا هو النموذج الاول، تقدروا بقى تجربوا براحتكم، تلعبوا مع هذا النموذج وتشوفوا بقى قدراته رايحة لفين. طيب ده النموذج الاول. اما النموذج الثاني فهو نوت دايموند. وايه ميزة نوت دايموند؟ الله، هو مليان مزايا، منها اولا ان هو تقريبا ببلاش. طب ليه بتقول تقريبا؟ علشان لو جيت هنا على الويب سايت زادو notdiamond.ai/pricing هلاقي ان هو بيقول لي هنا عندهم نسخة مجانية، عندهم نسخة ب$100 في الشهر، وعندهم نسخ اخرى لو بقى حابب تتكلم معاهم. لكن خلوني في دي
بيقول لك بقى ايه، اسمع بقى هنا، up to 100,000 monthly routing requests. 100,000 ايه؟ وفي حد هيستخدم الرقم ده؟ هم هنا جم وخلصوا بقى، قالوا ايه، اقرا: Our chat app is currently free to use. And we also regularly open source new releases of our base router. اذا هذا النموذج ايضا انا بعتبره خلاص مجاني. من مزاياي بقى، تعالوا اكلمكم بسرعه كده عن مزاياه. طبعا اللينك موجود، وموجود عندنا هنا في هذه الصفحه اهو، بتيجي هنا على طول نوت دايموند. ليه؟ لان انت لازم تيجي على chat.notdiamond.ai، يعني ما تكتبش notdiamond.ai وتقول فين بقى الحاجه، انا هستخدم النموذج ازاي، لا لازم تكتب chat dot الاول. طيب ايه مزايا؟ رقم واحد، اقدر استخدم كل هذه المودلز ببلاش. انت مش نفسك تستخدم chat GPT المدفوع بس مش عايز تشترك، اهو GPT 4o واللي هي اومني، وعندهم التربو والميني، كل ده موجود عندهم. عندهم سونت المدفوع في كلود يعني، وعندهم كلود هايكو، عندهم بيربلكسيتي، ميسترال، لاما بالنموذجين بتوعها 3.1 اللي هو 70B و405B، يا عيني. عندهم جيميناي 1.5 كمان، جيميناي 1.5 برو، وخلاص واحنا قلنا كلود. يعني كل هذه النماذج. طيب ايه تاني من مزايا؟ عندهم مزايا اخرى، منها مثلا اقفل دي كده وافرجكم، لو ضغطت هنا اهي، خد بالك ايه اللي بيحصل. طب دي عباره عن ايه؟ بجيبها من هنا، هي اهي، دي اسمها ارينا مود، دي كده مقفوله كده فتحتها، يعني لما اجي اكتب اي سؤال في اجابتين بيظهروا لي بنموذجين مختلفين من دول. طيب نجرب بايه؟ انا مفيش حاجه معايا في دماغي، اضغط على سربرايز مي، هيكتب لك اي سؤال رايت ان ايميل، ويوري لك اهو الاجابه من خلال نموذجين، انت بقى تقارن بينهم تشوف ايه اللي يعجبك اكتر، وفي النهايه هو هيقول لك ده اتكتب بانهي نموذج وده بانهي نموذج. افترض ان انا ده عجبني اكتر وهقول على ده احسن، اضغط عليه. اول ما بتضغط بيقول لك ده مكتوب طبعا اهو بكلود 3.5 سونت، اما ده بتشات جي بي تي 4 او. طبعا كمان كاتب لك الليتنسي اللي هو وقت الاستجابه كان في قد ايه بالظبط، وهنا نفس الشيء تقريبا، هما الاثنين نفس الحاجه، وكمان الكوست ده بيكلفهم قد ايه. انا مش عايز اجابتين، انا عايز اجابه واحده، اقفل دي كده وسافرتها واقول له نيو شات واقول له سربرايز مي، مفيش حاجه معينه في دماغي دلوقتي، اجرب بهذا السؤال، اجابه واحده اللي هتتكتب خد بالك مش اتنين. وفي الاخر هنعرف بقى ايه هو النموذج اهو، وقال لي على طول ان ده كلود برضو 3.5 سنت. يا جماعه كلود ده رهيب بجد والله، كلود رهيب. فاكرين الفيديو اللي عملته لكم اول امبارح عن الرسومات البيانيه، الدياجرامز والجرافز والبابلز والفلو شارتس؟ كل ده كان بايه؟ كان بكلود 3.5 عن طريق حاجه هم مطورينها، الشركه مطوره اسمها ارتيفاكتس. فالنموذج ده خطير. طيب هفترض ان ده عجبني وجيت عملت هنا لايك، هو بقى الموديل ده ذاته اللي هو notdiamond.ai خلاص هو بيخزن عنده ان انا عجبتني جدا الاجابه على الايميل بهذا النموذج، وبعد كده لما يكون عندي انا بقى سؤال بكتبه عن ايميل هو بيتذكر ان انا كانت عجباني اجابته بهذا الموديل فبيستخدم هذا الموديل، لو قلت له لا بيحاول يستبعده. طيب انا عايز اجرب نفس السؤال ده، عايز اجابته بموديل اخر، باجي هنا على النجمه دي اضغط عليها واختار الموديل اللي يعجبني وليكن perplexity، بضغط هنا اهو ويجيب لي اجابته من خلال الموديل اللي اسمه perplexity. شفت كل دي مزايا وما بتدفعوش حاجه اهو، مش انا اللي قلت له perplexity اهو، كتبه لي وبرده جاب لي سرعه الاستجابه وسعر التكلفه. افترض انا عندي ايميل زي هذا الايميل اللي جاي لي من ماجيك سكول، هاخد الايميل ده اهو، هو ده الايميل، وهقول له هنا في نوت دايموند هقول له لخصه لي، هقول له نيو شات واقول له سمرايز ذس ايميل. بس هاجي الاول هفتح دي عشان يجيب لي اتنين مع بعض. يلا دي الميزه ان انا اختار بقى الاجابه اللي تعجبني. طيب الاجابه اهي، عندي اجابتين. طيب انا عايز اعرف ده تم توليده بانهي موديل، اضغط هنا مثلا على بوث ار جود، قال لي يا سلام شفتم اهو كلود 3.5 سونت، الواحد بيحس. وهكذا يا شباب، اذا كده اكون استعرضت معاكم فيديو النهارده وجديد الذكاء الاصطناعي. عندنا تاني نموذجين، الاولاني اسمه نوت دايموند، التاني ريفليكشن 70B اللي بنحصل عليه من خلال هذه المنصه. استعرضنا كل هذه النقاط معاكم، اذا هذا هو ده اللي انا حبيت له في هذا الفيديو. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.